مش تأتي بمن يحلفون أعظم وأوثق الأيمان زورا لكي تأخذ مال أخيك. مش تحلف تضع يدك على المصحف وتحلف لكي تأخذ أي حق أخيك وتسود سمعة أخيك. أحقر ما يمكن أن ينزلق إليه الإنسان هذا بعد الشرك بالله، ظلم العباد، ظلم الناس. إياك إن كنت تعلم أن سكوتك عن كلمة أو سكوتك عن حقيقة أو نطقك بحقيقة أو نطقك يمكن أن يضيع أخا لك أو إنسانا أو يضيع ظلما، إياك أن تسكت أو إياك أن تتكلم. تكلم واسكت بما يظهر الحقيقة والعدل يا رجل. أنا والله الذي لا إله إلا هو لا أجد إيماني بالله، لا أجد معنى للإيمان بالله إلا في هذه الأشياء. في الحقيقة أنا مستاء جدا في الوضع الأخير، في السنين الأخيرة، مما يتفق لي أن أعيشه وأن أشاهده وأن أسمعه أصبحت محبطا. والله الذي لا إله إلا هو لقد كرهت الدنيا أعيش فيها والله، وأنا أكره وأتساءل هل يؤمن الناس حقا بالله؟ هل تؤمنون بالله؟ هل يؤمن بالله؟ أتساءل، صرت في شك من نفسي، في شك من هذه القضية، هل يؤمن بالله؟ لأن الله لا يمكن أن يكون كلمة على اللسان، الله لا بد أن يكون أيها الإخوة قوة ترغب وتخشى وتهاب. لا إله إلا هو، لا يمكن أن أحلف بالله كذبا مهما ولو كلفك قطع عنقك، مش 100 يورو 1000 يورو. إياك أن تحلف بالله كذبا، إياك أن تشهد الله كذبا وزورا، إياك أن تسكت عن حقيقة اطمأن قلبك بها وعلم أنها حقيقة، ليكن الله في قلبك أعظم من كل شيء، أعظم من الدنيا وما فيها ومن فيها. إن تكن كذلك أنا أقول لك فأنت مؤمن، إن لم تكن كذلك لا والله ما عرفت معنى الإيمان الحقيقي. أما تعلم أنك ستموت؟ هل عندك يقين بهذا؟ أنا متأكد من كان عنده يقين والله الذي لا إله إلا هو لا تلفته الدنيا كلها بما فيها ومن فيها، من أين أتينا إذن بهذا الدين؟ بهذه الشخصيات، بهذه العقليات؟ أنا أقول لكم صار لدي يقين. مشكلة هذه الأمة مشكلة تربوية وأخلاقية، مشكلتنا مشكلة تربوية وأخلاقية، لم نتربى على معنى الإيمان الحق، لم نتربى أن نحب الله حقا وأن نخشاه صدقا وأن نراقبه في كل أمر يا إخواني. لذلك من أين ننصر؟ من أين نعز؟ هذه الأمة تذل، أنا أقول لكم والله وأنتم ترون هذا، الأمة العربية اليوم تذل وتتقسم وتتشرذم، وهي موعودة بمزيد من الحروب ومزيد من التقسيم ومزيد من المذابح ومزيد من الذل، لأنها ما عرفت الله حقا، لا تريد أن تعرف ربها حقا وأن تتقي الله صدقا، وإلا لنصرها لا إله إلا هو لهداها سبلا. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك. إذن يا أخواني علينا أن نربي أنفسنا، وأنا يائس تقريبا من أنفسنا، على الأقل لا نظلم أبناءنا، وتخريبا نرجح أننا فعلنا وظلمناهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كيف تكون ظالما منحرفا عن سواء الشرع والصراط وتربي أولادك على القيم الحقيقية؟ أشك في هذا شكا كبيرا.